أول شيء نحن نشكر سمو الشيخ سيف بن زايد وكل القائمين على هذا المشروع في وزارة الداخلية والإمارات اليوم على إتاحة الفرصة لنا نحن في فلاي دبي للمساهمة في هذا الصندوق الفعال بالنسبة للتسهيل على كثير من المسافرين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى بلدهم في وقت ما ممكن أنهم يسافرون. فنحن فخورين بهذا الدور ونتمنى لكل القائمين على هالعمل التوفيق. بداية نشكر سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية على حضوره اليوم لتوقيع الاتفاقية اللي بيننا كصندوق الفرج وممثله أنا كرئيس مجلس إدارة وبين أيضا فلاي دبي وبين الإمارات اليوم. طبعا الاتفاقية هاي تأتي من خلال يعني وجود صندوق الفرج واللي هو صندوق المرخص من وزارة الشؤون الاجتماعية كجمعية خيرية تساهم في أنها تيسر أحوال المساجين وعائلاتهم اللي موجودين، وبالتالي الحمد لله قدرنا أن يعني بالاتفاق مع الشركاء في أن يكون هناك حيز من الكراسي والمقاعد اللي موجودة لتسهيل عملية تسفير بعض المساجين اللي ما عندهم يعني القدرة ولا المالية أنهم يشترون تذاكر. فالحمد لله الأخوان ما قصروا، ونتأمل إن شاء الله أن مزيد من الشركات تدعم هذا الصندوق الخيري.